شكر لكم جميعا، شكر لكم جميعا. إذن بناء على ذلك أعلن ترشيح المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي المجاهد صالح جوجيل لمنصب رئيس مجلس الأمة. شكرا. وتزكية المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والمجموعة البرلمانية لحزب تجمع الوطني الديمقراطي. هذا الترشيح وكذا الأحرار وجبهة المستقبل وحركة البناء وحركة البناء. شكرا. نعم، أعتبر هذا التصفيق الحار بمثابة انتخاب وتزكية المجاهد والأخ الأكبر أخينا صالح جوجيل رئيس لمجلس الأمة بعنوان الفترة التشريعية 2022-2024. وبهذه المناسبة أتقدم إلى أخي المجاهد صالح جوجيل بالتهنئة على هذه الثقة في شخصه من قبل الزميلات والزملاء من خلال هذا الانتخاب والتزكية، وأتمنى له كامل التوفيق والسداد في تأدية مهامه. كما أتوجه بجزيل الشكر إلى كل الزميلات والزملاء على تسهيل مهمتي وزميلي عضوي المكتب المؤقت في تسيير أشغال جلسة افتتاح الفترة التشريعية 9 وإثبات عضوية الأعضاء الجدد بمجلسنا وانتخاب السيد رئيس مجلس الأمة. لم يبق لي سوى تجديد الشكر والتهنئة للجميع، وأدعو الأخ المجاهد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة المنتخب إلى الالتحاق بالمنصة لاستلام مهامه. تفضل السيد الرئيس. Thank you.